السلام عليكم، معكم صابر فيتنس بالدارجة. وفي هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا سكيني فات. اول حاجة اللي خصنا نعرفو شكون هو هذا سكيني فات. سكيني فات هو داك الشخص اللي تيكون تيبان رقيق ولكن في الميزان كيكون عادي. هاد الشخص هذا كيبان بحال عمرو ترينا، لا شتي تيبان لك رطب، ما عندوش هذاك التفاصيل ديال العضله، وغالبا كتكون عنده واحد الكريجه. هاد الشيء غالبا كيكون بسبب التركيبه ديال الجسم ديالو. فهاد سكيني فات هذا ديما كيكون عنده العضلات قليله والنسبه ديال الدهون زايده. دابا نشوفوا الاسباب علاش بنادم كيولي هاد سكيني فات، علاش بنادم كيكون ضعيف ما عندوش العضلات كبار وعنده شحمه. اول حاجه كنلقاوها هو ان سكيني فات ما كيترينيش العضلات ديالو باش يكبروا، واخا حتى الا كانوا كيترينيو العضلات فما كيترينيوهمش بواحد الوزن اللي غادي يخليهم يكبروا، بل غالبا كتلقاهم كيديروا اوزان خفيفه وعدد تكرارات كبير. الغلط الثاني اللي كيدير هاد سكيني فات هو انهم كيديروا بزاف ديال الكارديو باش يحيدوا الشحمه. هو الكارديو مهم للصحه ديال القلب ديالي كما شرحت في الفيديو قبل، ولكن ملي كنكثر منه ما كيخليش الجسم ديالي انه يبني واحد الكتله عضليه كبيره. اما بالنسبه للغلط الاخر فهو بطبيعه الحال كيكون من الماكله. فملي هاد الشخص سكيني فات كيبغي يحيد هذيك الشحمه فكيدير واحد ديفيسي كالوري كبير، اي واحد العجز حراري، اي انه كياكل قل من داكشي اللي محتاج بواحد النسبه كبيره. كتاكليش اسواحد كتاكليش، وهذا الشيء كيعطي جوج الحوايج. الحاجه الاولى هو ان نسبه البروتينات كتكون غير كافيه وكتكون قليله بزاف، الحاجه اللي ما كتخليش الجسم يبني العضلات واللي اكفس انه كتخلي الجسم انه يدير الكاتابوليزم العضلي، اي يدير الهدم العضلي، اي انه يحيد العضلات باش يستعمل هذوك الاحماض الامينيه في حوايج اخرين اللي بالنسبه للجسم اهم من العضلات. وبما ان سكيني فات فمن الاول كيكون ناقص كتله العضليه، لازدنا نقصنا الكتله العضليه فكنزيدو نعوصو هذه القضيه. اما بالنسبه للامر الثاني فهو ملي كندير واحد العجز حراري كبير فالجسم ديالي كيبقى غادي وكينقص الميتابوليزم ديالو، اي انه كيبقى غادي وكينقص شحال كيحرق في فتره راحه، وهذا الشيء كيخليني ان يصعب عليا نحرق ديك الشحمه اللي كاينه. دابا نشوفوا الحلول. بطبيعه الحال اول حاجه نقدر ندير هي انني نتمرن باوزان كبيره ونحاول نكثر من التمارين المركبه، اي الكومباوند اكسرسايزز بحال السكوات ديد ليفت والبنش بريس، ونبعد ما امكن من تمارين ليزولاسيون ومن لي ريبيتيسيون كبار. فندير حصص يكون فيها اوزان ثقيله، يكونوا فيها تمارين مركبه، ويكون عدد التكرارات ما يفوتش 12. هادشي كامل خصني نحاول نزيد القوه ديال الجسم ديالي. فملي كنزيد القوه العضليه بعد التمارين المركبه فكندفع الجسم انه يبني لي عضلات اكثر، وهادشي اللي خصنا نوصلوا ليه. ثاني حاجه اللي خصني ندير هو تمارين الكارديو. تمارين الكارديو نحاول ما نفوتش واحد 30 دقيقه في الحصه، وفي السيمانه ندير ساعتين ماكسيموم ديال الكارديو في المجموع. وإلا بغيتي تسرع، إلا كنتي سكيني فات وبغيتي تسرع، فأحسن حاجة دير هي دير الهيت، أي الهاي انتنسيتي انترفال ترينين اللي غنحاول ندير عليه فيديو تا هو، وغادي نخلي لكم الرابط ديال المنشور اللي شرحته في انستغرام على الهاي انتنسيتي انترفال ترينين. دابا غادي ندوزو للحاجة الثالثة واللي مهمة بزاف واللي هي الماكلة. الماكلة هي لاباز كما كنقولوا إلا بغينا نشوفوا واحد التغيير في الجسم ديالي. وهنا غادي نشوفوا أن كاين جوج الأنواع ديال سكيني فات. كاين النوع الأول اللي كيكون ديجا داير واحد العجز حراري وكيكون داير واحد الريجيم قاصح. فإلا كنتو ديجا درتو هذا الريجيم القاصح محاولة أنكم تحيدوا الشحمة ومازالين سكيني فات، فغالبا غادي تكونوا قلتوا الميتابوليزم ديالكم. اذا اول حاجه غادي نحاول ندير هو انني غادي ندير ريفرس دايت. وباش ندير هاد ريفرس دايت فغادي نشد هذاك العدد الكالوريز اللي كنت كناكل، وغادي نبقى نزيد كل سيمانه 100 كالوري، كل سيمانه نزيد 100 كالوري، السيمانه اللي مورا 100 كالوري 100 كالوري، حتى نوصل للمانتونس ديالي اي تي دي اي اي، واللي فايت شرحته في واحد الفيديو كيفاش ندير نحسبو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو تا هو لتحت. وملي كنوصل للتي دي اي ديالي فنحاول انني نزيد غير 100 ولا 200 ماكسيموم ونبقى تما. هذا كان النوع ديال بنادم اللي ديجا دار واحد الدايت وخرم شويه الميتابوليزم ديالو. اما بالنسبه للناس اللي سكيني فاتو كياكلوا عادي وتهادو تنقسموا لجوج ديال الانواع. كاين النوع الاول اللي تيكون عنده نسبه دهون عاليه في الجسم، فكيكون اكثر من 15% بالنسبه للدراري واكثر من 20% بالنسبه للبنات. فهاد النوع هذا احسن حاجه يقدر يدير هو انه يحسب الكالوريز اللي خاصو وياكل 500 كالوري في النهار ناقصه، اي تي دي اي اللي لقى ناقص 500 كالوري،
ويبقى لهاد المنوال حتى ينزل على 15% بالنسبه للدراري وينزل على 20% بالنسبه للبنات. وهنا ملي غادي ينزلوا على 15% بالنسبه للدراري و 20% بالنسبه للبنات فغادي يوليو مع النوع الثاني اللي تا هو غادي نهضر عليه. النوع الثاني هو الدراري اللي عندهم قل من 15% بالنسبه في نسبه الدهون والبنات اللي عندهم قل من 20% في نسبه الدهون. وهذا النوع الثاني هذا براسو كينقسم لجوج الانواع. كاين النوع الاول اللي كيكون متريني اكثر من 3 سنين. الا كنت من هذا النوع هذا فنحاول ناكل 100 حتى 300 كالوري اكثر من داكشي اللي محتاج، اي اكثر من المانتونس، اي اكثر من تي دي اي اي اللي غادي نحسبو. هنا كيبقى لنا اخر نوع وهو الناس اللي يلاه بادين، وهذا النوع هذا احسن حاجه يدير هو ياكل في تي دي اي اي ديالو، اي ياكل المانتونس، ياكل السعرات الحراريه اللي كيحتاجها الجسم ديالو باش ما يزيد ما ينقص. وغادي يكون داخل في واحد الحاجه اللي سميتها ريكومبوزيشن، اعاده تركيب المكونات ديال الجسم ديالك ولا إعادة التركيب ديال الجسم ديالك. وفي هذه الحاجة هذه هي فين كنزيدوا العضلات في نفس الوقت كننقصوا الدهون. وهذه الحاجة هذه براسها غادي ندير عليها فيديو مهم واللي مش حالة دي وانا كنقولها، واحد الحاجة اللي مهمة وخصنا نعرفوا انه بإمكانك وكاين إثباتات علمية وإثباتات ديال التجارب وكل شيء، وغادي نحاول نهضر عليها لكيفاش تنقص الدهون وتزيد العضلات في نفس الوقت. هذه حاجة مثبتة علميا. وبهذا غادي نكون ساليت الفيديو لسكيني فات. نتمنى انكم تكونوا عرفتوا كيفاش تخلصوا من هذا المشكل ديال انك تكون سكيني فات، من هذا المشكل ديال انك تكون رقيق وفي نفس الوقت عندك الشحمة. وباش نلخصوا غادي نعاودوا نرجعوا للنقاط. اول حاجة ديرها الا كنتي سكيني فات هو انك تريني تمارين مركبة باوزان ثقيلة. ثاني حاجة هو انك ما تكثرش من الكارديو. ثالث حاجة هي الماكلة. ورجع لهذا الفيديو هذا، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو كما قلت لكم لتحت اللي وريتكم كيفاش تحسبوا التي دي ديالكم وكيفاش تصاوبوا نظام غذائي من الاول حتى الاخر. المهم تبعوا هذا الشيء وان شاء الله غادي توصلوا للهدف ديالكم. كان معكم صابر فيتنس بالدارجه وغنبقى معكم ديما وبالدارجه.